ايلولا بقى شطوره جدا جدا من اول اللعب لغايه دلوقتي. هنشوف بقى تعمل ايه في الفي ار وهي صغننه كده ومش باينه من الارض. يلا يا ايلولا جاهزه؟ متحمسه؟ طب دوسي يلا بلاي. ايوه يلا ابتدينا. يلا يا ايلولا بصي صغننه يلا نطي كده لفوق. برافو يا ايلولا. برافو والله. حاسبي يا ايلولا. ايوه حاسبي. ماشي شاطر. ايوه حاسبي. برافو. صغننه قوي لدرجه انها مش هتخبط فيها. ايوه خبطت فيها. معلش. تعالي يا ايلولا ما انت صغننه خالص. طيب يلا مين اللي هيلعب تاني؟ الأستاذ سليم هيعمل إيه؟ جاهزين تشجعوا سليم؟ يلا يا سليمو. أيوه خد وقتك دوس بقى من هنا من هنا من دي. لا دي. أيوه دي. لا. يلا يا سليم برافو. تخبطهم كلهم وتعدي من البلوك. برافو يا سليم أوي. حاسب برافو. أيوه آه كنا هنخبط ولا إيه؟ خبطنا طبعًا. معلش بقى ما أنت بتتحرك بالراحة أوي. تعالى يا سليم. تعالى هنا كده جنبي. ايوه يا حبيبي وانا هظبط انا الموضوع ده. تعالوا نروح نسمع حدوته حلوه ونرجع نكمل لعبنا وحركاتنا وانا فاهم سليم المفروض يعمل ايه هو بقى لما يجي يلعبها كده.